عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله. اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا نعمل لك لقمه تاكلها. مش عاوز اكل. طيب اجيب لك حاجه تشربها؟ مش عاوز اشرب. ليه يا ابني بس؟ انت شكلك تعبان قوي. براحتك يا ابني، براحتك. دعيتي وربنا ان شاء الله هيستجاب لدعائي. هاتي يا بنتي ان شاء الله. هاتي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
لسه ما فاقش يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج، ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا برك محمد اهو، يا برك ربنا شفاه ببركة دعاك، عقبال ما يتم شفاك على خير يا رب. يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعتلي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ خلف، على فين؟ ده انت يا ابني بقالك 4 ايام رائد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح، تعال. سامحني يا رب، مش قادر، تعبت تعبت يا مولانا. انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه، وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني انت، ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جدتي وسرقت روحي. مش من حق ادخل بيوت ربنا ده النساء. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها، وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها ده انا شفتك بعناية دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك.
تقوم تقول لي إن الشياطين سكنتك. لو كنت كده زي أنت ما بتقول ما كانش العيل اللي أنت لمسته بإيديك ربنا شفاه. أنت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير وخير كتير كمان. لا الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا اخلي حد يقرب مني. يعني على فكرة انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمة اللي مديها لك. نعمة ايه؟ البصيرة. اللي يعرف الحاجة قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيرة، بس القدر مكتوب. يمكن ما عرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. أعمل لهم إيه؟ عذبهم أكتر ما عذبتهم؟ هملني. تعال يا ابني، تعال تعال اتسند عليك، أنا مش قادر أجري وراك. تعال خد بيدي، أنا مش قادر. شيخ بكري يعني. أنا عايز أفوتك وأمشي لأني ابتديت أحبك، وخايف يحصل لك اللي حصل لكل اللي بحبهم. تعال يا مولانا، تعال اسمع مني يا ابني، وإن ما عجبكش كلامي كأنك ما سمعتوش. اقعد اقعد ارتاح، اقعد. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. انا عايزك يا ابني تشوف الناس، تشوف غلبهم وشقاهم وجريهم ورا لقمة العيش، تشوف ضعفهم. وعلى قد ما هتشوف كل ده على قد ما هيفيض الخير من جواك. اقف جنبهم، اديهم من قوتك وعفيتك. اديهم ايه يا شيخ بكري؟ انا جوايا نار، نار ما تطفيش. انت يا ابني ربنا اداك نعمة وحيسألك عنها يوم القيامة عملت بيها ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير اليهم، أولئك هم الناجون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله. يا ريتني أقدر أكون منهم. اقدر، طول ما الخير جواك هتقدر. والشيطان ده اللي مخوفك ورعبك كده أمره بيدك، والخير كمان أمره بيدك، وانت اللي هتختار أي طريق هتمشي فيه. أنا خايف يا سيدنا. طول ما فيك نفس داخل وخارج الخوف هيفضل جواك، مش هيحميك منه إلا عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طول ما انت عايش الشيطان هيغريك
وحيفضل يخيلك ويلعبك. بس انت اوعى تضعف او تستسلم، اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك، برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف ما اقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. السلام يا ابو عمو. ايوه حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه العمل فيك دي؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك يدخل ولا ايه؟ ها؟ خش يا اخوي. اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت يا بيسي، يا بنت يا فاطمه، عمكم جه يا بنات. يا عم الحق، ابويا بيقول عمي. اتفضل يا حسن. يا الف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا اخو؟ تعملها تعملها برضه، اتهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك؟ رادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. ازيك يا عم؟ ازيك؟ ازيك يا عم؟ ازيك؟ دي فاطمه ودي المزغوده بيسي. بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي، انت هجيت من هني وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلت لسان. روح يا بنت شوف امك فين يا خراره، وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. مال عمك ما عرفش اديه ليه؟ ما اعرفش يا اختي. جري يا بنت من هني. معلش يا اخوي، عيله ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك، البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو لما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على يا بنت الكبيره ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم تيه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا معلش يا اخوي، زلت لسان. الله، ده انت هتتمجلد علي عاد. الله، هتمجلد عليك ليه؟ انا توحشت البلد، لما وصلت قلت عدي على اخوي، مش دي الاصول؟ كلك واجب يا اخوي، قوم انت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب، واجيب لك جلابيه تلبسي بدل المطربه دي اللي جايبيها من السفر. لا ما تتعبش نفسك، انا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد ابوي؟ ده انا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجه كده. يومين؟ ما تخافش، اليومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد ابوه، خلي بالك من روحك او تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور، عريتنا منك لله. سلام يا اخوي. يعني خلاص مش قادره تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي لحد ما يمشي. بلا خوتي. ليه؟ حسن! لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب
ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما اموت. ادي الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كيه. انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر زي ابوك الله يرحمه. فاكر دي شجرة ابويا الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيها، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتحة على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. الفتحة. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا ابواب اتقفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق يا مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركة. البركة هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، انا كنت ادخل البيت اشوف طاقة نور منور البيت كله. صح، ما يقعد على المداود غير شر البقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اقعد يا اخوي، مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان اخوي. انا ما مليش عينك ولا ايه يا ولد؟ اخوك هياكل اهو، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه اللي قبليه. اخوك هيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك على تنييج يسلموا عليه ويستباركوا بيه. أنا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، أنا جيت بس علشان. جيت لوحدة ولا ورثك اللي جلس لك؟ ها؟ قل لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزة في أي وقت يا ولد أبوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله يا أخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ولا يهمك تكون أنت ومالكش دعوة بينا. أكمل الدار. أنت فاكرني بكذب عليك؟ أنا اللي قتلتهم كلهم. أنا اللي قتلتهم كلهم. إيه يا أبوي؟ عشان نكتل الكعب كمان؟ عشان تهدموني؟ عايزين بس سيبني ابوس ايدك. سيب رقبته، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم. عايزين نقتل كام كمان عشان تهدموني وتخلصوني؟ تهدموني وخلصوني. اهدموني وخلاص. الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ حسن امام متعوض. ازاي ده؟ اهدموني وخلصوني. كتر خيرك. اهدموني وخلصوني. اهدموني وخلصوني. ايوه زي ما بقول لسعادتك، كان معايا من حوالي الساعة 7، كان راكب من الجيزة وعايز يروح الإمام، ورحنا اسم عابدين ومعمول محضر هناك، وفضلنا في الاسم بعد الساعة 10. وانا اللي وصلته المدافن بعد كده، وقبل ما وصلته كانت بقت بعد 11. Thank you.
قلتش لعمي ان اخوي في سرايه المجانين، بس لو قلت له كان طبق في زماره روحي وكان قال لي تعالى روح معاي. سامحني سامحني يا اخوي، مش هقدر اشوفك بالمنظر دي، والله ما اقدر. يلا هو يلف لي يومين ثلاثه ويعاود، يعني هو صغير عمي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، حي على الفلاح. الله أكبر، والعزة والدوام. انت بتدور على حد هنا؟ ايه تعبت يا ولدي، رجلي ورمت من كتر اللفه، كل ما اسال عليه في جسمي يقولوا لي مش هنا، انت بتدور على ابره في كوم قش. اسمه ايه يا حاج؟ اسمه حسن، حسن عبد العزيز ابراهيم. ايوه بيقولوا انه قال ايه؟ انه قاتل، مكتوب في الجورنال كده، قتل وسرق، والله العظيم ثلاثة ما يعرف يقتل فروج حتى. ربنا يخش ابص لك عليه يا حاجتي دلوقتي. طب يا بقول لك خلاص يا حاج خلاص. الدواء you
سامحني يا عوض، أزيدك وأنت مالك يا الذنب. مسامحك، بس خد الدواء عشان تخف وتبقى كويس. ماشي؟ ماشي، هات الدواء. سامحني يا عوض، العسل على الزبادي. هحط لك مربى النهارده. آه يا زمان، آه كملها البلد والجاموستين بس يا عوض. ايه الاخبار؟ فل الفل. ده صحي حاجة تانية خالص. انا خايف يا دكتور احسن يكون عنده شيزوفرينيا. لا ده بعيد خالص عن الشيزوفرينيا. المهم فطر بالعافية. لما دق الزبدية ربطت له ايده وسبته. طيب انا رايح له. تعال معايا. اتفضل سعادتك. ايه يا عم حسن؟ ايه؟ مش هتفضفض بقى وتقول كل اللي جواك؟ على فكرة أنا بسمع كويس، ومش عشان أكتب تقرير في حالتك، لأ، أنت حالتك بالنسبة لي واضحة جدا. أنت بتتمتع بكامل قواك العقلية، ويمكن أحسن مني كمان. وبعدين بصراحة بقى، حكاية إن أنت قتلت شيخ الجامع عشان تسرقه دي مش داخلة دماغي. تهيالي كان في حاجة تانية بينكم، هو استفزك فانت قتلته، ودلوقتي انت مش قادر تتحمل الجريمة اللي انت عملتها فعايز تنتحر. لا بقى، انت لازم تجاوبني على الأقل عشان اكتب في تقريري انك عاقل وانك تستحق الشنق كمان. مش هو ده اللي انت عاوزه؟ شيخ الجامع اللي انت قتلته استفزك في ايه وخلاك تقتله؟ بلاش كده، هو كان يستحق القتل. الشيخ بكري ده كان ملاك، كان نور ماشي على الارض. طيب مدام نور وماشي على الارض قتلته ليه؟ طب انت كنت عايزه يتقتل؟ نبهته، قلت له ما صدقنيش. نبهته من ايه؟ مني. هو انت؟ انا نحس على كل اللي بحبهم. يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويعيني أصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. لا يا دكتورة، اللجنة هتجتمع يوم الخميس الجاي ولازم التقرير يكون معاها. معاك اليوم الاثنين. سلام. ها فعصته؟ مش قوي، في ضلالات سمعية وبصرية. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شايف نفسه شرير، بيقول انه قتل ناس كتير ولسه هيقتل ناس تانية لو ما عدموهوش. انت حاطط في اعتبارك انه؟ طبعا بيمثل وعايزنا نمشي وراه في السكة دي. يعني بيطلب الاعدام علشان ياخد البراءة؟ العكس، ده هو عايزهم يعدموه فعلا، عاوز يخلص من عذاب الضمير. بس اللي مش مريحني حكايه انه قتل شيخ الجامع عشان يسرق دي. هو التقرير بتاع المباحث ما وردش فيه طبيعه العلاقه اللي كانت بينه وبين شيخ الجامع ده؟ ده هما بالنسبه لهم ريحوا دماغهم، اتقبض عليه متلبس ومعترف بالجريمه وكده تبقى القضيه خلصت.
عسل. انا قفلت الباب وهفكك بايدي. لو انت بقى عاوز تثبت انك شرير وتقتلني، انا هو يا سيدي قدامك. اقتلني. وحكاية الشيطان اللي خلاك تعمل كده دي عادي، ما الشيطان برضو هو اللي خلاني ارجع للسجاير بعد ما بطلتها. عارف انا بطلت السجاير ورجعت لها كام مرة؟ اكتر من 10 مرات. انت بقى شيطانك هو اللي خلاك تقتل. انا كنت خلاص طلعت. طلعت؟ طلعت من ايه؟ من الدنيا. مت؟ محدش اتمنى الموت زي ما انا ما اتمنيته. سنين طويلة بجري وراها، بس ايه الفايدة؟ لا حياتي بيدي ولا موتي بيدي. وموت شيخ الجامع كان بإيدك؟ موت الشيخ بكري زي كل حاجة حلوة ماتت في دنيتي ومش هترجع. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان. قلت لك يا شيخ بكري انا ملعون، ما صدقتنيش ليه؟ ما صدقتنيش ليه؟ سيبني سيبني، لا خلاص لا عايز اتحدث ولا عايز اي حاجه. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك عشان يعدموك، ده برضه اسمه انتحار. يعني عايز مصيرك يبقى بايدك مش بايد ربنا، وبكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعملها مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. روق يا ابو علي روق، وخليني يا سيدي ادلعك شويه. انا هكتب لك على مهدئ دلوقتي علشان تعرف تنام، وبكره ان شاء الله هيكون لينا كلام تاني. انا واثق ان انا هقدر اساعدك، بس عايزك انت كمان تساعدني. انا عايزك تحكي لي كل حاجه عنك. اتفقنا؟ تصبح على خير. اديله هالدور وخلي عينك عليه، انا سايب ايده مفكوكه. ما هو كده ممكن ينتحر ويجيب لنا مصيبه. لو كان يقدر ينتحر كان انتحر من زمان. ما هو يمكن دلوقتي يقدر يا دكتور، وما قدرش يموت روحه هيموتني انا. مش هيحصل حاجه من دي، بس انت برضو خليك صاحي. وانا هيجيني نوم ازاي الليله دي يا دكتور؟ طب ما نربطه للصبح. عوض، مش هنجادل، اسمع اللي بقولك عليه. اللي تشوفه يا دكتور. اسمع الله لا يسيئك، خلي عينك عليه لغايه ما اروح اجيب له الدواء واجي. اوعى تتعتع من هنا. بعدين معاك يا زمان انا بحسبك يا زمان، ممكن تراعيني اتاريك بيشديك جوي صوتي
ساعه ما بقن انا متلع عندك معايا لم ترى عيني لكن بعود وامتسل واقول مسيره يكن. انت ليه متاكد انه بريء وانه ما قتلش مع انك ما تعرفش عنه حاجه؟ محدش يعرف هو كان عايش ازاي، بس اللي انا متاكد منه انه حاله مش سهله وانه محتاج تركيز جامد. ايه اللي واخد عقلك؟ اشرف، حسن ده محيرني. يا سيدي البلد دي مليانه من حسن ده كتير قوي، ما تشغلش دماغك. شوف يا وهبه، محدش عارف بلدنا دي بقت ماشيه ازاي. تصبح على خير. سلام. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك علشان يعدموك، ده برضه انتحار. يعني عايز تخلي مصيرك بايدك مش بايد ربنا، وكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعمل كده مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح؟ بتتحدد صح. يا بنتي انتي مش قلتيلي ان الزياره ممنوعه؟ هطمن عليه، يمكن اقدر اعمل حاجه. هتعملي ايه اكتر من المصيبه اللي انتي معيشانا فيها؟ كان يوم اسود يوم ما خالك بعد جابه. مش وقته يا مامي الكلام ده، عن اذنك. والله لا اكلم خالك يجي يشوف حل معاكي. ابعتيله عشان يروح للسرايا يقرره، يمكن يعرف منه مكان كنز تاني. هو انكل بيفكر في حاجه غير في الذهب؟ سيبيني يا ماما، سيبيني في اللي انا فيه. ولا في فايده، ولا كاني قلت لها اي حاجه اصلا. مش هتجيبها لبره ابدا البنت دي، ربنا يستر. صباح الخير يا حسن. صباح الخير. ها نمت كويس؟ الحمد لله. عاوزين بقى نخلص الفطار وما نزعلش مننا الدكتور وهبة. عارف لو خلصت الاكل ده كله الدكتور هيخرجك من هنا وينزلك العنبر وسط زمايلك. يلا. عايز افضل لحالي. هتاكل بعدين. صباح الخير يا ابو علي. ها عامل ايه النهارده؟ ها الحمد لله. الحمد لله. بس انت لسه ما فطرتش. تصدق انا كمان لسه ما فطرتش. ايه رايك نجيب باتنين تلاته جنيه فول وطعميه ونديها؟ يعني هتفطر ولا مش هتفطر؟ نفطر. نفطر. خد يا عوا ورقه ب10 اهي، هات لنا بقى شويه بتنجان على فول على طعميه على بطاطس على شويه مخلل على عيش من ابو 50 قرش، ده اذا كان لسه ب50 قرش. يلا روح. انت طيب قوي يا دكتور، ان شاء الله ناس كتير ربنا هيكرمهم على يدك وهتخف وهيدعوا لك. انت ربنا ناعم عليك، هتحس بالناس وقلبك طاهر. بس والله احيانا الاحساس بيبقى نقمه مش نعمه. لانك هتحس بالناس ولا عشان بتتعب لما بتحس بتعب الناس؟ ايوه بتعب قوي،
خصوصا لما بكون مش قادر اعمل لهم حاجه، مش قادر اريحه. ابو علي، وانا هنا عشان انت اللي تحللني؟ انت فاهم غلط، انا هنا عشان انا اللي حللك، انا الدكتور وانت المريض. ها احكي لي بقى، انت بقالك قد ايه هتشتغل هنا؟ يعني برضو مش عايز تتكلم. طيب قول لي، انت ومدام ياسمين متجوزين بقالكم قد ايه؟ عايز اطلع من هنا. لا ما هو كده مش هينفع، لازم اللجنه تقول رايها الاول، وانا كمان لازم اكتب تقريري، وانت مش عاوز تساعدني، وانا عارف ان انت بريء، واللي عندك ده اكتئاب عميق، عنده رغبه انتحاريه، وده غالبا ما بيحصل مع الناس اللي بتبقى درجه احساسهم وتفاعلهم مع الاخرين بتكون عاليه جدا، يعني زي ما تقولي كده بتبقى مشاعرهم فياضه، اما بيحبوا بيحبوا بعمق، ولما بيكرهوا بيكرهوا بعمق برضه. اطلاقا النوع اللي زي ده بيتعرض لانتكاسات كتير، لانه ما بيقدرش يتحمل الالم من الناس اللي بيحبهم، وفي الحاله دي يقتل. اقصى حاجه ممكن يعملها انه يقتل نفسه، ينتحر يعني. انا متاكد انه بريء، انا واثق انه ما قتلش، وهكتب ده في التقرير اللي انا هبعته للنيابه. هو لسه بياخد صدمات؟ ما بقاش محتاج لها في الوقت الحالي، بس ممكن الثورات العنيفه ترجع له، واكتر من الاول كمان، عشان كده احنا محتاجينك تساعدينا. احنا المعلومات اللي عندنا مش كفايه، عايزين نعرف التاريخ المرضي ليه، عايزين نعرف طبيعه علاقته بالناس اللي حواليه، وايه الظروف اللي وصلته للحاله دي. احنا لسه متجوزين من مده بسيطه، وانا مش هقدر افيدك، هبقى اجي اطمن عليه عن إذنك. لو سمحت هبص عليه. مراته اللي بتجيله دي ايه؟ والله يا اخي ما انا عارف، ده انا بسألها عن اي معلومات عنه، ارتبكت وهربت. غريبة، ارتبكت وهربت ازاي؟ ادخل. في واحد عاوز يقابل سعادتك بره يا دكتور. مين ده؟ بيقول انه قريب حسن. حسن؟ خليه يدخل. اتفضل يا سعادة البيت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا سامي الحسيني، مدير دار الرحمة للأيتام، ودول ولاد الباشمهندس حسن. ولاده؟ ده عبد الرحمن، وده عبد الله، ودي شيماء. الباشمهندس حسن متكفل بيهم، بس الباشمهندس ما شافهمش من 7 سنين، وهم نفسهم يشوفوه. ده أنا اللي نفسي يشوفه. انتوا كنتوا فين من زمان؟ انتوا جيتولي نجدة من السماء. تشربوا ايه يا حبايبي؟ اجيب لكم عصير؟ تشربوا عصير. لحظة واحدة. عوض، هات لنا 4 عصير بسرعة، وحضروا للزيارة. حاضر. يا أهلا يا حبايبي، يا أهلا وسهلا. أبو علي، أبو علي، في ناس حبايبك قوي جايين يزوروك. قوم، مش عايز تعرف هما مين؟ عموما أنا مش هقول لك، أنا هخليها لك مفاجأة. يلا بس كده قوم اتشطف وغير هدومك، ما يصحش يشوفوك بالشكل ده يا راجل. يلا يا ابو علي يلا. بصوا بقى، بابا تعبان واحنا كنا مانعين عنه الزيارة، بس انتوا بقى هتساعدوني صح؟ صح. مش انتوا عايزين بابا يخف؟ ايوه. عايزكم تلعبوا معاه وتضحكوه، عايزكم كمان تاكلوه. تعرفوا تاكلوه؟ ايوه. انا هسيبكم بس انتوا اللي تقعدوا معاه، مش عاوزه يشوف حد غيركم. وجينا في القعده الملوكي دي
وثواني وهتشوف ما يسرك. شيل عنه هم وخفف عنه همه زي ما بيخفف عن ناس همومها. يا بنتي انت مش قلتي له انك روحتي له ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده، ايه اللي ما يعوزناش احنا كمان ما نعوزوش؟ كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ حامل ازاي ومن امتى؟ الحمل ده لازم ينزل فورا. مش هيحصل ابدا، ده هو ده اللي هيرجع لي خلف. يا دي المصيبة السودة، يا دي الكارثة، يقطع خلف وسنين خلف. هتروحي تقولي لابنك في يوم من الأيام إيه لما يسأل على أبوه؟ مكذوب جاي يطلع الجن، أم جنني زيادة؟ ولا هتقولي له دور على أبوك في الموالد؟ كل اللي بتقوليه ده مش هيغير حاجة، خلف هيرجع وهيشتغل مهندس زي زمان، وابنه هو اللي هيرجعه. وفرجي ما رجعش وفضل هايم على وشه، ساعتها هتعملي إيه؟ هدور عليه في الدنيا كلها عشان يرجع ويربي ابننا. لا البنت دي هتجنن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هترجع يا خلف مش كده؟ يا اخوي يا عم كوباية الحاج ابراهيم. ايه ده؟ انا قلت لها سكر بره يا صباح. يا شيماء هو قالك السكر بره؟ لا ما قاليش. خلاص اعملي واحد غيره وحطي السكر بره. ماشي. ليه؟ ما تقوم تلقط رزقك زي بقية الناس ولا مستني حد يحط لك الماما في بقك؟ هاتي لي كوباية شاي يا صباح. الله كوباية شاي. يعني طلعت تعرف تتكلم زي بقية المخاليق اهو، ولا انا اللي فاكراها هربانة منك؟ وهجيب منين يا اخويا حق كوبايه الشاي وانت اجيلك شهر قاعد متبط هنا ولا تكونش ست حته ب50 ورعد عليها كل المده دي؟ مر منك. طب يا اخويا طالما معاك الفلوس دي ما تقوم تجيب لروحك كده رغيف سمين تبر روحك بيه بدل كوبايه الشاي اللي توجع البطن. كوبايه شاي لشوقك. وافك بقى واجيب الباقي ولا خليها معايا؟ خليها معاكي، كل يوم تجيبي لي كوبايه شاي واما تخلص اديكي غيرها. غيرها؟ تجيب لي غيرها منين يا اخويا وانت مستلوح كده؟ تكونش السما بتنطر عليك فلوس؟ طب انزح بقى انزح، خدني جنبك يمكن تنطر عليا انا كمان فلوس.
ده ايه المصايب السادة دي؟ لا بقى، ده انت عايش في الدور. بس على مين؟ طيب يا بتاع الطيب، يا فارق الله، يا نور النبي، مالك يا امه؟ في ايه؟ هيكون مالي حته الخرقه اللي قاعده هناك جنب الحيط دي؟ قال ايه؟ بيطلع لي حته صحيحه ب50 من جيبه، وكمان مش عايز الباقي. انه ده المتلقح هناك جنب الحيطه ده قاعد يسبح. اقول له قوم، في زباين جايين، خد لك رغيف يمكن تطلع لك ببريزه يتنك ويل وبوزه. طب وده شغال منه الحال ولا وراه حد؟ وده حد يعرف له؟ اهو من ساعه المولد وهو متلقح جنب الحيط، ما بيتحركش الا الميضه وساعه الصلاه. لو الاكاده ايه يا واد؟ انساب مطرحه ان شاء الله بالساعات، محدش يهوب مكانه. طب وايه؟ مش عايز رغيف؟ طيب قلت له يا اخويا، قلت له لو ابوزه في وشي وحياه امه، ما هو ضايق الشاي بتاعي ومرجع له الفلوس بتاعته. بس 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 بس، انت مالك طايحه كده ليه النهارده؟ استهدي بالله، لو للراجل كوبايه الشاي بدل ما يميل على حد غيرك. طب اقطع دراعي من هنا، اما كان مقشط الزباين ليله المولد ودفن اللي قشطه. احنا نقتله على قرشه، بس الاول نعرف هو مخبي فين. يخرب بيتك، ده انت ينفت لك بلاه. انت واد بتدور على الشر بمنكش. واحد زي ده يعني يوم ما يمسك فلوس هيمسك ايه؟ قاستك ولا اتنين نقوم نقتله؟ وقتله ليه؟ انا بس هقلبه في القرشين اللي معاه وهعلم عليه، وبعد كده خلاص تيتر راحت لستيتر. طب يلا يا اخويا امشي، روح عند عربيتك. والحلال كان نافع لما الحرام هينفع. يلا يا بيت هاتي. اتفضل يا بارك، وادي السكر على جنب، وادي الباقي كمان. ماله ده؟ بقولك يا اخويا، هو انت ما بترجعش بلدكوا ليه ما دام انت متنك علينا قوي كده؟ هو انت منين؟ إلهي تشل في لسانك، ما توعى تنطق طول عمرك. حسيبك النبي يا رب تخلصنا منهم بقدرة قادر. ده ايه النصايب دي؟ صباح. ها هو ببقية مطرحه؟ هو مين؟ ابو 50. إلهي نما يقول. يلا يا شيمو، خد يا عم، خد دي من ايدي. الصابونة؟ هو أنا مش قايلة لك تفكريني بالصابونة؟ أنا استحمى بإيه ونغسل هدومنا بإيه دلوقتي؟ هو لازم بكرة يعني؟ لا، نروح المستشفى بعبالنا. مستشفى تاني؟ معلش، يمكن ربنا عطرنا في دكتور ابن حلال يشوفك ويركب لك جهاز. مش عايزة. ليه بس؟ طب خدي اللقمة دي من إيدي، خدي حبيبة أمك، خدي يامّا.
انت مش عايزه تقفي على حالك وتمشي زي العيال اللي شفتيهم هناك؟ ما دكتور قال ما ينفعش، عمي مش هيستحمل. اعوذ بالله من ده دكتور. تعالي تعالي يا قلب امك، يلا تعالي نامي يلا وارتاحي. نامي انت بقى وانا هطلع بره اشوف الصابونه دي وارجعلي. يلا. لا ما تبعديش يا بنت، ما تخافيش، مش هبعد، هطلع يمكن الاقي متولي بره ولا حاجه، اخلي يجيب لي الصابونه وارجع على طول. يلا. بقى يا رب ترزقني بالخمسين جنيه ومعرفش اجيب صابونه. عارفه بس كان ايه اللي نساني؟ انا هلاقي مين في ساعه زي دي بس ينجدني؟ اعمل ايه يا اختي؟ زينهم طلبني فطوره بالطاع. يلا يا اولاد خدوا ابوكوا وخشوا جوه. وحشتيني يا بت. اخس عليكي كده تسيبيني للبت بطه لوحدي؟ ده البت شيماء من ساعه ما خدتي عيالك ومشيتي والخوف راكبها لازق فيا ليل ونهار. اهو بقى اعمل ايه؟ فالراجل الوسخ اللي انا اتجوزته انا طول النهار تعبانه وشقيانه وهو كل اللي على باله بس الزفت اللي بتعطاه طول الليل. الا قولي لي شيماء عامله ايه دلوقتي؟ كنت هاخدها بكره انا والبت بطه ونروح المستشفى، بطل ما لقيتش صابونه، قلت اخرج بره دلوقتي ادور على حد يساعدني. هخش اشوف لك، لو لقيت لك هبقى اجيب لك. تصبحي على خير. وانت من اهله يا اختي. ان شاء الله هتروحي المدرسة، هتروحي وهتبقي الألفة كمان. ده أنا سبت الدنيا كلها يا شيم وجيت هنا جولت الست عشانك. انت عارفة يا شيمو كان في واحدة ست عايشة جارة الستنة نفيسة وكان عندها بنت زيك كده بالظبط، مرة سابتها لها وخرجت تقضي مشوار. ستنا نفيسة قامت تتوضى وتصلي وربنا ألهمها تاخد مية الهدوء وتمسح بيها على رجل البنت. البنت ببركة ربنا رجليها خفت ومشت على رجليها. خلاص نروح للسيدة نفيسة وبلاش المستشفى.
احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وربنا هيكرمنا اخر كرم ان شاء الله. يلا البسي. صباح. عاجبك كده؟ ادينا اتاخرنا. يلا يا صباح. جايه اهو يا بطه. اتاخرتي كده ليه يا اختي؟ خلاص اهو. مدي بقى هتأخريني على المدام. يا اختي ان كنتي متاخره مدي انتي وشوفي حالك. وده كلام برضو، ما هو المشوار واحد. يوه قولي بس ان شاء الله مشواركم يطلع بفايده. والنبي تدعي لنا. والنبي يا بطه. بركاتك يا ام العجايز. استغفر الله العظيم يا ست. الدخول بالدور، كل واحد بالدور. هدخلكم بالدور. يلا اتفضلي يا ست، انتوا هي على مكانكم. استغفر الله العظيم. بس يا ست عشان الدكتور. اتفضل يا دكتور اتفضل. حيلك يا ست، رايحة فين؟ دخول بالطول؟ اتفضلي يا ست هاني اتفضلي. مش وش يا اخويا، عمال تشخط وتصغر. خلي قلبك حنين شوية على الغلابة. ما كنتش يعني قادر تساعد، الكلمة الحلوة بتساعد برضه. يا تنيلة زميل، لسه ما صبحتش؟ لا يابا لسه ما صبحناش. معاك حاجه؟ منين يا عم ناشفه؟ ده انا جايب حق البضاعه بالعافيه. بس ايه، امبارح كنت هتحكم على حته عتمه حلوه قوي، كانت هتزقنا زقه. ده زين دارت ولا ايه؟ لسه راح اشوف. معاك يا شيخ، يمكن نطلع باي مصلحه. يا عم انت مالكش في العوق. عوق ايه؟ ده واد شحات شات ورقد على باكو ولا اكتر. ده مقبج البيت صباح امبارح 50 بلبل في كوبايه شاي واحده. يخص مين ده؟ ده لسه لحاله. انا سالت. انت ازاي تسيب البنت لحد ما توصل للحاله دي؟ انا ما سبتهاش يا دكتور. والنعمه الشريفه ما سبتها. ده انا بقالي 4 سنين دايخه بيها في كل حته. حتى اسالها. اسال مين؟ ما انا اسالك انت. علشان اركب لها جهاز كان لازم تيجي قبل ما عظمها يبقى عجينه كده. ده انت ست. انا ايه بس يا دكتور؟ انا ايه؟ والنبي يا دكتور تساعدني، دوبك فيا ثواب تركب لها جهاز. يركب فين؟ بنتك ما بقاش عندها عظم. يلا يا ست خد البنت واتكل على الله، مش هنقدر نعمل لها اي حاجه. دخل الحاله اللي بعدها. ربنا كبير يا دكتور. ربنا كبير. Thank you.
والنبي يا بنتي انا ما قصرت معاكي في حاجه، وربنا شاهد. يا رب يا رب انت الشاهد يا رب. جريت بيكي في كل حته، وديتك الصحه، قالوا لي ما فيكيش حاجه، وبتاخدي تطعيماتك في مواعيدها. طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ ده انا كنت جايبه لك كراسه مخصوص بكتب لك فيها مواعيد التطعيمات عشان ما انساش. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ انت القوي عليهم يا رب. روحوا من كل الله يا ابو عدد، من كل الله. يلا يا بنتي يلا يلا. اعمل لك رغيف تبر بيه نفسك. مش عايز. مش عايز. مش عايز ايه يا عم؟ ماليش نفس. وانا اقول لك هات يا منو، كل كل. الراجل اللي انت قلت عليه فين؟ اللي بيصلي جوه، عايش الدور قوي بروح امه، فاكرها هتخش علينا. طب ما تشوف. مش عايز ودي اخوانك. اخوانا؟ طيب. خليك حضرتك هاني وانا افرق. لا لا لا، انا لازم افرق. تعالى خد لنا رغيفين بدل الشغط اللي احنا قاعدين نقعد فيه ده. اوعى اوعى على اوعى اوعى حاجة اوعى حاجة يا مجام. انت لسه جاي لك يا ست الكل. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ست الكل. الله يبارك لك. يا عم هناخد واحد للست. مالك فيه؟ سيبوه الله. حط واحد هنا بقى عشان البنت الصغيره. البنت الصغيره. البنت الصغيره. الله يسلمك يا حسن. الله يبارك. يابا اوعى يابا ايدك يابا. عشان البنت. بص انا هريحك من الكيسه دي. انا هفرق. انا هفرق. خلاص هنفرق. قلنا هنفرق. كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقائها وانزعج، حتى إذا يئست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. بنت النبي وحياة جدك المصطفى عليه الصلاة والسلام، تقفي جنبي وجنب ابني، تولوه وخدوا عقله يا ستنا يا مباركة. وحياتك يا ستنا عمره ما سفرت، والمصحف دايما على عينيه. خطفوه أهل الأرض. يرضيكي يرضيكي يا ستنا. ديك ان شاء الله هيخف. ادعي له ادعي له ربنا يشفيه. روحي دار ايتام وتكفلي بولدين وبت. استغفر الله وان شاء الله ربنا هيكتب له الشفاء. هتكفل بس ابني هيخف. كله بامره. ادعي له وعشان خاطر شهاب تاخدهم. دهل. عشان خاطر شهاب. استغفر الله. معاكي نابت؟ كان معايا لحمه وخلصت بس اجيب لك. الجمعه الجايه تجيبي لي رغيف نابت، بس تجري سوره الاخلاص على كد ما تقدري، تجريها بقلبك. حاضر هقراها. كتر الف خيرك. هاجي الجمعه الجايه ومعايا النابت.
يا رب يا رب يا رب. ايه مالك جاي مش قادره تاخدي نفسك كده ليه؟ امسكي امسكي، دي لحمه جاموسي من الغاليه، واحده ست متريشه على الاخر، بتفرق اللحمه كانها بتفرق نب. اللي خد ثلاثه واللي خد خمسه قالوا الواد زينهم زحمنا وخدنا ست رغيفه. مش عاوزه. ادي شيماء. يعني ايه مش عاوز؟ يعني مش عاوزه. يا صباح مالك معفره ومكفره على الصبح كده ليه؟ مالي في عبي، محدش له دعوه بيا النهارده، انا جايبه اخر اخر. الله 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 الله. ايه يا بنت في ايه مالك على الصبح؟ في ايه؟ سيبها هي تروق دلوقتي. خدي يا شيماء، خدي كل انت وهي بقى شويه تروق وتاكل. انت راجل حلنجي بشكل، خليت الولية هي اللي تتحايل عليك عشان تديك فلوسها؟ اللي بتفك ايه؟ ده يخشك في ايه؟ ما تقول يا عم وانا اسمك فيهم. ده انت حتة راجل. ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكوا، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاه. انا هشور عليه بات في مطرح اللي لازم، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. Thank you.
بحبك يا بابا. وانا كمان اروح عند الباب وتجيلي واحده واحده. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واحده واحده الله اكبر الله اكبر. تعود عليه مش هيوجعك. المهم ان هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزه تتجوزيني؟ صح كده. للأسف في مشكلة، الجنين وضعه مقلوب، نازل برجليه، وهتحتاج عملية كويسة يا ريا.
وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بنك. يعني ايه؟ بنتي هتروح مني؟ محدش قال كده، احنا ادينا لها مضاد للتقلصات عشان ناخر الولاده يوم ولا اتنين لغايه لما نشوف طريقه نرفع بيها كفاءه القلب وان شاء الله خير. بس انت ليلى سلام. ابننا هنربي سوا مش كده؟ هسميه عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن حطوني خلص. دكتور ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجه اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور نشوفها وامرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعدى الوضع، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ادعي لها. يا رب. والله خايف لا فرح تجلي بيها غم. علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرحش، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. اجسر جد ضحكة اضحك ليه وكيف معرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم. بنتي يا دكتور. هي في الافاقه دلوقتي وشويه تطلع الاوضه بتاعتها. الممرضه هتجيب لك المولود تطمني عليه قبل ما تودي الحضانة. حمدك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا من انت كريم. ايه
ما شاء الله، الله هو أكبر. قمر، إيه الحلاوة دي؟ قمر بابا فين؟ بابا قاعد أهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانة دلوقتي. بنتي عاملة إيه؟ شفتيها؟ هروح أبص عليها إن شاء الله من بعيد. والله كويسة، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. رجاء يا رب. كريم يا رب، الحمد لله. ما شاء الله، الله هو أكبر. خلف جه مش كده؟ أيوة حبيبتي، جه فضل جنبك طول الليل يدعي لك. يعني أنا ما كنتش بحلم. شاف مشي. أيوة حبيبتي، مشي من غير ما يسلم علي. سلم عليكي واتطمن عليكي ودعالك. والله هيرجع، هيرجع عشان عبد الرحمن. هنايا يا حبيبتي، ارتاحي انت بس. بالله على سلامتك. إن النفس تغري بالمعاصي إذا راقبت مع الجهل الشباب. شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت للغفران باب. يا رسول الله،
يا خير خلق الله يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. يا دي شيماء، انت مش مصدقه؟ طب انا اديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيماء، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلت لكم لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبرور. حاضر يرجع هو بس. ده ان رجع مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانت صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انت بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده ولا لما اكون من صلبه. يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح لسه. هيرجع هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم. خد ايه بقى؟ خد بس تعالى خد. عايز ايه؟ اقول لك اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي راح جايه عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب غاب يا صاحبي. احنا الفار متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خالف. الشيخ خالف مين؟ الشيخ خالف يا جدع. الشيخ خالف يا جدع. الشيخ خالف. صباح اصحى صباح، الشيخ خالف جه. صباح اصحى، الشيخ خالف جه. الشيخ خالف جه. الشيخ خالف جه يا بنت اصحى يا صباح، الشيخ خالف جه. بقول لي يا صباح اصحي، الشيخ خالف جه. الشيخ خالف جه بقول لي. الحمد لله على السلامه يا سيدنا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا سيدنا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. عايزك جوه يا شيخ خلف في كلمتين. ايه اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ أم النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبة، أنت شايفني إيه بالظبط؟ شايفك مرتي وأنا راجلك والفلوس دي لأنك مسؤولة مني. اللي عملته ما يقولش كده. أنت ما تعرفش أنا حصل لي إيه؟ وزة تتريق عليا وأهل الحتة كلهم يجيبوا في سيرتي. عروسة عريسها يسيبها يوم الصباحية ويهج. أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ ده أنا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ابن؟
راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا يقطعني يقطعني حقك عليا. طب ما قلت ليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. ما قلتليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ لا، طلقتها قبل ما اعرف انها حبلة فيه. يعني اتأخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم تلات ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني ما عايشليش ويل وعذابي ان اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالة دلوقتي، سيبيني الحالة. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعملي ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانملك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ أنا كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق إنك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلابة قوي وعشمانين فيك، تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلابة قوي مستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر، ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاجه لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال ان ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا. Thank you.
السلام عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحده وعشره. لا ويا ريت يدخلنا. على الاقل هو احسن من غيره، لا بياخد ابيض ولا اسود، ولا تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيبوا باتك. لا اله الا الله. انا بس كنت عايزه ابلغه ان ربنا استجاب له دعائي. طب وانا هدخله ازاي؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ست الكل، ست الكل، كنت عايزه الشيخ خلف صح؟ اه بس الناس بيقولوا مش هعرف اقابله. عيب، ثانيه واحده وادخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ انا وقت هجيبهوله. يا بت وعربيه وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان. ست الكل، ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانت يا بنتي خدي زي ما انت عايزه. واحده كفايه. اديكي حشتي نصيبك بيدك. كان حيجي لك عريسين بدل واحد. انت صدقت يا حجة؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفاية عريس بس يجي يا سيدنا. عتصوم يا منى؟ اه رمضان بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا سيدنا. عليك ديون كتيرة لازم تسدديها. تصوم اثنين وخميس وتجري سورة الأنعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيك على سورة الإخلاص، والفرج من عنده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أيوة يا منام، انت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ اه اخش يمين من صلاح سالم. طيب يمين في يمين. طيب اوكي، انا هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. استاذ محمد من فضلك هنخش يمين في صلاح سالم. خلصنا يا متولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يا امتي بقول لهم كده، قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنطقوا. الله. وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا